أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا طالبة بالصف الرابع، فهل يجوز لي أن أهدي معلماتي السواك والأشرطة والكتب الدينية النافعة من باب الدعوة إلى الله تعالى؟ لا يجوز للطالبة أن تهدي للمعلمة، لأن هذا يدخل في الرشوة، لأن المعلمة ستميل معها، تنحاز معها، فلا تهدي إليها شيئا إلا بعد التخرج. نعم. أو تهدي لمعلمات أخريات لا تدرس عندهن، تهدي لمعلمات ليست من تلاميذ تتلمذ عليهن. أما المعلمة وقت الطلب فالطالب والطالبة لا يهدون لهم شيئا، لأن هذا يدخل في الرشوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكيف معلمة وتدعينها وأنت طالبة؟ المفروض المعلمة العكس، أنها هي التي تدعو الطالبات وتربي الطالبات، هذا هو المفروض. فإن كانت المعلمة ليست كذلك فلا يجوز أن تكون معلمة. نعم.